وتعالوا مع بعض واحنا شغالين كده نعمل طبق السلطه بتاعنا او طبق المقبلات اللي هو البتنجان. مقاديره على الشاشه. سلطه البتنجان بالفلفل هنعملها ازاي مع بعض. عايز اعمل طبق سلطه حلو يبقى لطيف. مقاديره على الشاشه. بتنجان متقطع مكعبات ومتحمر معاه فلفل معاه معلقه فلفله حلوه معاه حبيتين من عين الجمل. دي مش مكتوبه في المقادير يا استاذ رحاب معلش بس انا بره النص يعني. حبيتين عين جمل كده افركهم بايديا واحطهم مع البتنجان هياخدوه في حته تانية. ومعانا دبس الرمان ومعانا شويه عصير ليمون وزيت زيتون وطبق حلو نغرف فيه سلطه البتنجان اللي هتتكلم عن نفسها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اه اللهم صل على النبي. الطبق ده حلو كده. دايما طبق السلطه ده يا امي يا اختي يا ست الكل يا عروسه هو بمثابه رساله حب لاهلك لزوجك لاولادك وفي نفس الوقت يعني فرصه انك انت لما تعملي طبق السلطه بيبقى فيه طلب حلو على الاكل. هيقول لك ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ اقول له يا حبيبي تستاهل ده انت ابو العيال ربنا يخليك لينا. وبعدها تيجي طالبه النجفه اللي انت عايزاها. تيجي طالبه السجاده اللي انت عايزاها. تيجي طالبه الطلب الحلو اللي انت عايزاه وهكذا. خاص نحطه هنا كده زي ما بنشتغل في التبوله ده الطبيعي. هو الراجل لما يجي على الاكل ويلاقي طبق سلطه محطوط باهتمام والخضره نظيفه ومغسوله وجاهزه هو عايز ايه؟ طبق السلطه عنوان نظافه ست البيت في المطبخ. بجد يا شيف اه والله العظيم. شوف حاجه بسيطه هي مش مكلفه بس دي حاجه بتترجم حاجات كتيره بقى. غسيلك للخضار اهتمامك برص الخضار زي ما انا شفت بهتم ازاي اهوت وخدت قلب الخصايه اه شفت الحلاوه دي موضوع وقلب الخصايه دي تحطها له كده على الوش ويا سلام لما تيجي شايلها بايدك كده الحلوه خد يا حبيبي انت قلب الخصايه واخد قلبي من زمان. خلص الكلام خد اللي انت عايزاه منه. خلي بالك ادي البتنجان حلو. صدقوني دايما بقول المطبخ سفير السعاده. المطبخ مفاتيح السعاده. المطبخ وسيله ترفيهيه جميله تخلق جو حلو في البيت اللي هو ايه؟ عندك حماتك وفي قعده من القعدات قالت والله كنت اكل من ايد ماما اللي هي مامه حماتك يعني كنت احب اكل من ايديها مثلا الزلابية مثلا او اكل من ايديها البان كيك وتفاجئيها ايه رايك يا حماتي؟ البان كيك ده بيفكرك بايه؟ هتقول لك يا بنتي والله انت عيدتني للزمن الجميل وهكذا ويبدا الكلام الحلو يتقال. هو ده الكلام اهو. فلفل ده كده ناخد الحتتين الحلوين دول نحطهم هنا كده بنرسم احنا ورانا حاجه اه ده فلفل وبتنجان. تعالوا نعمل الايه؟ الصلصه بتاعتها واللحمه بتستوي على النار. بنضيع وقت المخرج بقى يقول لي الوقت مش هيكفي ما خصكش. انا اللحمه بتستوي على النار والرز على النار ومعلقه الفلفله الحلوه دي كده اللي هتغمر البتنجان بالطعم الحلو. فص التوم المحترم عينيه اهو زي الفل. معلقتين دبس الرمان. انا هنزل بالصلصه دي واجري. حلو الكلام اهو. عصره ليمون زي الفل. التتبيله بتاعت السلطه الحلوه دي كده اهو. انزل يا ليمون. حلو. زيت زيتون ده عصير الليمون مع البتنجان ما اقولكش توازن الحموضه مع الاكسده والحديد اللي موجود في البتنجان. ما تلعبش في ملعبك غير ملعبك يا فاروق. حلو الكلام اه. عصير ليمون زيت زيتون. حلو الكلام كل دول مع بعض. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ اه تلعب انت في حاره سد معايا على البتنجان. هو ده الكلام. نعم اه سؤال لطيف قال لي ما حطيتش ملح. ما هو البتنجان ده عشان احمره انا حطيت عليه شويه ملح عشان ينزل الميه بتاعته فطبيعي البتنجان هنا في نسبه ملوحه فما ينفعش احط ملح على الدرسنج بتاع السلطه. هكتفي بدبس الرمان وعصير الليمون واخد الصلصه دي كده احطها. يا ويلي شويه البتنجان دول هنسيب الفته ونركز معاهم. هو ده. شفتوا بقى النهارده بتلاقوا تاني ايام العيد كده تاني ايام العيد الواحد عايز طبق المقبلات الحلو اهو اهو شفتوا ازاي اهو. هو ده اهو.
طبق طبق تعيدي بيه على حبايبك وقرايبك. وكمان الشطاره لما تيجي تغلفيه وتتوجيه بعين الجمل. اه خلوني بقى اعيش مع عين الجمل وصوت عين الجمل اللي بيوجع لي قلبي من سعره ده كده، واوعى البتنجان